السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد، تضحيه جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، لبس عليكم الامور هانيه مرتاحين وكل شيء. وهذاك فيديو جديد عجبان لكم، فيديو كل يومين تضحياني. نتمنى تكونوا كاملين بخير الدراري، امور طيبه، وكونوا مهدوك. ثانك يو اجين على الفيوز وعلى اللايكس وعلى الكومنتس. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون واحد رياكشن على واحد الفيديو داره واحد مغربي ساكن في امريكان، وقلت غادي ندخلوا غنرياكت على داك الفيديو ونشوفوا اش كيقول. غادي نبقاو نديروا هاد الفيديوهات بحال هكا ديال كندير رياكشن على الدراري في امريكان اللي كيحطوا فيديوهات. نتمنى ما يتقلقوش علينا، سي نقول ما غادي نقولوا هذاك الشيء. لا قال شي حاجه هي هذيك، راه هي هذيك، قال شي حاجه ماشي هذيك ماشي هذيك. والدري كيحط بزاف الفيديوهات، كيحط فيديوهات زوينين ثم فيها باش ندخلوا ورياكتوا على الفيديو ديالو. سمحوا لي داك الشيء ورايا كيبان مرون الحوايج وتخربيق، سوري جايز، بحال مريح في داركم صافي. المهم هادشي اللي كاين الدراري، 47000 امتى غنوصلوا ل 100000؟ كومون جايز، سبسكرايب الدراري ولايك وكومنتس بليز. بغينا نوصلوا ل 100000، بغيت تال الدرع الدراري في الرجوله. غندير لكم واحد الجيف اواي كبيره ان شاء الله فاش غادي نوصلوا ل 100000. سو بليز جايز سبسكرايب و ليتس جو. غنمشيو ندخلوا عند السيد وحاط الفيديو في يوتيوب باش نصغر اللعب ديالي باش ما مبقاش. alright هذا هو الفيديو. بلاتي نشوف سمية الدري باش من امريكا بالدارجة، ما عرفتش شنو السمية ديالو باش ما نكذبش عليكم، ولكن لاجي ندخلو نشوفو الفيديو الدراري ونديرو رياكشن على هاد الهضر اللي غايقول في الفيديو. سو هو قالك هامل الجالية المغربية، كيفاش خاصك دوز الايام الاولى وشحال خاصك ديال الفلوس، زعما شحال خاصك ديال الفلوس فاش يلاه تجي لامريكان. اي ثينك او ليتس جو. لا غادي تكرفس النهار الاول، ما كنعرف حتى شي واحد جا لامريكان بلا ما جاب معاه الفلوس. ولا ما كنتيش عارف هادشي اللي غادي نهضروا عليه غادي تكرفس حتى هو. معظم الاحيان غيكون كلشي بخير، ولكن التكرفيصه انعدام المعلومه اللي غادي نبارطاجيوها اليوم. اخوان اليوم غادي نهضروا على النهار الاول ديالك في امريكان، شنو هما الحوايج اللي خاصك تكون عارف، شنو هما الحوايج اللي خاصك توقعهم حتى من الناحيه الماليه، شنو هما الفلوس اللي خاصك تجيب معاك، كوطي ديال الهجره الى اخره. هذا خاصك محامي ولا غادي يجاوبك على هذا الشيء مزيان. بعدا اول حاجه غيهضر عليها، وبغيت نقولها واحد البلان ديال شحال خاصك تجيب معاك ديال الفلوس. و قال لك داكشي ديال الهجره انا ما غنهضرش فيه، سو بغى يهضر لكم غير بيز على التجربه ديالو. اول حاجه قبل ما يبدا، انا باقي عاقل بشحال جبت معايا من المغرب. جبت معايا 800 دولار، غنشوفوا واش راه يقول ديال الفلوس تقدر تخصك، حيت نورمالمون تقدر تخدم دغيا. غنشوفوا واش غادي يقول. انا غادي نحاول نهضر غير على الحوايج اللي براتيك. بالنسبه للناس اللي عايشين في امريكا يقدروا يهضروا على النهار الاول ديالهم. انا اخويا المعلومات ما ذكرتهاش في هذا الفيديو يقدروا يبارطاجوها حتى هما في الكومنت. بارطاجوا الفيديو هذا تقدر تنفعوا شي ناس. كومونتير زوين ولا خايب اللي بغيتوا، خذوا راحتكم. هذه هي المشكله ديال كاع اليوتيوبرز اللي في امريكا. اخويا يمكن انا ما عنديش مع الكومنت، بعض المرات ما كنبغيش نبقى نتفرج فيه نقراهم ولا شي حاجه، كاع كندير هادشي قبل باش نبارطاجيو المعلومه وبنادم كيدخل يبقى ارانا ليتس جو. المهم اخويا قلتي يبارطاجيو فيديو، انا عندي لك رياكشن على الفيديو اسيدي. ما ضربناش بسترايك اخويا، راه ايش بغيت تضحي انا ساكن حدا الباز ودابا كنت نضرب دوره في البارك هنايا تدريني فيه سنا على تيدوز هادشي. سو نتمنى الصوت يكون مزيان. anyway سو اول حاجه نهضروا على الفلوس، عاده نهضروا على الحوايج اللي خاصك توقع. الفلوس شحال خاصك تجيب معاك امريكان عندها علاقه كبيره بشحال واش كتعرف شي واحد هنايا ولا لا. الا كنتي كتعرف شي واحد هنايا غتجيك الحياه شي شويه رخيصه تقدر. يا هذه واحد النقطة، هذه واحد النقطة مزيانة اللي قال الأولى. إلا كنتي كتعرف شي واحد، يلا قلت لكم أنا جبت معايا 800 دولار باش جيت لأمريكان، ولكن أنا فاش جيت عند واحد الدري صاحبي، جيت عنده ريحت معاه في الدار، ومع ريحت معاه وراني واحد بلايص فين نمشي نخدم وهادشي. داكشي علاش ديك 800 دولار نفعتني، ولكن غنشوف واش غيقول هو من بعد. ولكن لما كنتي أنت ما جي عند شي واحد 800 دولار 1000 دولار ما غدير لك والو، حيت نورمالمون خاصك تكري، والكرا غيطلع لك شويه غالي. الا كريتي ارنو بيت ما يمكنش لك تكري بارتما، اوف كورس حتى يلا جيو تكري بارتما حتى ما غيبغيوش يكريو لك، ما يكريوش لك حيت ما عندكش الكريدي سكور بزاف د الحوايج. يعني غتكري بيت مع الدراري
بيت مع الدراري غيطلع لك بشي 700 دولار وعلى حسب الولايه عاوتاني. يعني هذيك 800 اللي جيت بها انا حجيش عند الدري صاحبي سكنت معاه بعد واحد 15 يوم ما خلصته ما والو، ولكن كون ما كانش عندي صاحبي ما كانش غادي تقدني ديك 800 اللي جبت ليش معايا. سكن عنده في البيت ما تحتاج شكرا الى اخره. سو هذه كتبدل على حسب كل واحد والوضعيه ديالو. نعطيو مثال، الا جالك شي واحد وقال لك سكن معايا وهادي غيحيد عليك تقريبا الفلوس ديال الكرا ويحيد عليك الفلوس ديال الترونسبور في البدايه. واش نقصد بالترونسبور هو انك تمشي تشري الماكله وترجع هاد الحوايج، تمشي للسوشيال سيكوريتي باش تاخذ السوشيال سيكوريتي ديالك، يديك للبنكه باش تحل البنكه. مغاربه كيتعاملوا في البلانات هادو، لا جيتي عند مغربي غيوريك هادشي كله، ما غيبغيكش تكرفص، ولا كان هو طاح شي مشاكل من قبل ما غيبغيكش انت طيح في دوك المشاكل، سو غيتعامل معاك غيديك لهنا ويديك لهيه ويحاول يفك لك دوك المشاكل اللي هما صغار ولكن انت بالنسبه لك كيبانوا قد الجبل، خصوصا اللي الله جاي وما عندك لا طوموبيله وما عارفش الطوبيس كيفاش كيخدم وبزاف د الحوايج. سو داك الدري غيسهل عليك هاد الامور. هي بالنسبه لي هي راه حاجه صغيره، ولكن بالنسبه لك انت اللي الله جاي راه صراحه راه غيدير لك واحد البليزير كبير غيتعامل معاك. واش غادي نقسم عليك الا ما كنتي كتعرف حتى شي واحد غادي تكون شي شويه القضيه قاصحه. الراي ديالي اللي خاصو يكون عندك من ناحيه ديال الفلوس على الاقل تجيب معك واحد الخمسه سته خمسه سته ما بين خمسه نقولوا حتى لثمانيه ديال المليون مغربيه سنتيم. بزاف بزاف بزاف، خمسه ولا ثمانيه كتبان ليا بزاف ما عرفت. شوف it depends again الاكسبيرينس ديالو هو ولا انا الدري كنعرفو واقيلا شحال هو في امريكان يعني جا قديم. خمسه ولا ثمانيه بزاف، فاش غادي فاش تحتاج خمسه؟ غنشوف نسمعوا شوف واش يقول واحد تحتاج خمسه ونعاود نحاول نقسم لكم الفلوس باش نقول لك واش خمسه ولا ثمانيه هي اللي خاصك تجيب ولا لا. لا هي خمسه حتى 8000 ما بين 5000 حتى 8000 دولار باش تكري في الاول بيت قاعد الحال. انا كنصح الناس وهذا رايي ديالي ولا بحسبوا نصيحه اللي بغيتوا تحسبوها حسبوها. كنصح الناس انهم يكريو بيت او ناموسي الى قدو في الديبار. ما تغرقوش راسكم وانتم مازال ما عرفتوش ان نوع الخدمه غتخدموا. عنده الصح، قراي غتقرا وشحال غتقام عليكم الحياه الى اخره. ديما بداو من البارم، البارم هو بيت او ناموسيه مع بعض الاصدقاء خاصه ديال الاكتجان هانيه. هذه هي امريكا، خاصك تضرب تماره في الاول عاد من بعد تولي عندك ان شاء الله في المستقبل دار. يا ومزيان عاوتاني فاش اصلا فاش كتكون مع الدراري راه واخا راه حسن ما تكون بوحدك في البداية. نقول لك علاش، فاش كتكون مع الدراري هذاك البروتين شيك اغان، فاش كتكون مع الدراري كتشيريو بزاف ديال الايدياز بيناتكم. الا كنتو كلكم يلا جيتو مجموعين، هذا مشى خدم في شي خدمه يقدر يدوي مع المانجر يديك تخدم معاه، هذا لا عرف شي حاجه غيوريها لك، ولا كان شي واحد قديم عليكم نتوما وانت يلا جيتي جديد هذاك القديم غيقلب لك على خدمه غيوريك بزاف ديال حيت كاينين اصلا كاينين حتى مغاربه اللي ساكنين في امريكا 5 سنين 6 سنين 7 سنين وباقيين ساكنين مع الدراري. مسلكه انه يخلص 700 دولار في الشهر which is nothing wrong about it، مزيانه مسلكه وعادي. هذاك تقدر تعلم منه بزاف د الحوايج، يقدر يوريك شي حوايج اللي ديرهم اللي ما ديرهمش وغيعاونك بزاف د الحوايج. داكشي علاش في البداية ديما كتبان ليا لاسكنتي مع الدراري مزيانه، وخصوصا الا كنتي انت مولف ديما معمرين الدار وبزاف د الحوايج. الا جيتي وريحتي هنا بوحدك غتلقى راسك حسيتي بديك الوحدانيه وغتحس بديك الغربه اللي كيهضروا لك عليها، ولكن كنتي مع الدراري غتحس براسك صافا، غتعاونوا على الماكله، غتعاونوا على داكشي ديال الدار، غتوريو لبعضياتكم بزاف ديال الحوايج. ولكن راه باقي ما قالش لينا علاش 5000 ولا 8000، اجي نسمعوا واش يقول. فرونت يارد باك يارد داكشي كبير وخدمه مزيانه وصالير مزيان الى اخره، ولكن في الاول ضروري تكرفس هاد. سو كريبيت الى لقيتي شي واحد اللي غيعاونك مزيانه، ولكن من بعد هذاك الشخص راه ما خاصكش تلصق عليه حداه غير الا كان من العائله، لان بزاف ديال الناس في المغرب كيحشموا يقولوا لشي واحد صافي خرج قلب على راسك. وهنا في امريكان راه نورمالمون غادي شويه مع شي واحد شهر شهرين 3 شهور
3 شهور بزاف. تاش من 3 شهور صحيح، تاش من شهرين، شهرين بزاف، شهر واحد ماكسيموم شهر، ماكسيموم شهر، ماكسيموم شهرين راه بزاف، راه شنو شهرين راه كشديتي ليه البيت، شهرين راه كتكرفص، خصوصا الا كان السيد مجوج ولا شي حاجه وانت شهرين وانت مريح معاه في الدار. لا ميريكان ما خدامش داكشي، ميريكان غتجي دار معاك شي واحد مزيان في واحد 15 يوم، الله يرحم ليه الوالدين، واخا يكون من العائله اوكي العائله نعطيه شهر، ولكن شهرين بزاف. ما نظنش ان شي واحد يبغي شي واحد يريح يتقل عليه شهرين، راه راه بنادم الا جا ريح عندك شهرين ما كندويش على راس جريح. انا اللي مش ريح عند شي واحد شهرين ما نخلصوا له فكره وناكل الماكله والشراب ديالو وداك التخربيق، راه مشكله، راه غادي نتقل عليه بزاف. وهذا البلان ما خداش في ميريكان، ما كيدارش في ميريكان. 15 يوم شهر غادي يوريك منين تدخل وتخرج، غي يلقى لك خدمه ولا تمشي تاخد ما تلقاها راسك اصلا. دوك خدامي ديال تماره ديال البداية حيت ضروري من خدامي ديال تماره ديال البداية، دوك خدامي ديال تماره غتلقى واحد الخدمه قريبه لك اللي غادي تقدر تخلص منها الكرا والماء، الكرا والترونسبور ديالك والماكله، ويول بي جود. بعدا غتانستالا، غتضرب تماره، ولكن غتانستالا. شهرين، شهرين تبدا تقلب فين تكري، شهرين بزاف. وان مان بغيتي تخلصو هو، الا قال لك هو سكن معايا ماشي مشكل، خلصو هو في البيت ديالو، ولكن ما تقدرش تعيش مع شي واحد بلا ما تخلصو في البيت ديالو غير الا كان عائله، او تقلب على بلاصه باش ما تكونش النهايه خايبه، حيت بزاف ديال المغاربه كتكون النهايه خايبه. شي واحد كيف اكزاكتلي ذاتس وات هابن تو مي، هادشي اللي وقع ليا اصلا انايا. فجيت رايح مع الدري عشيري واحد 15 يوم، من بعد ديك 15 يوم قلت ليه راه غادي نمشي نقلب على الكرا وهادي، وبديت كنقلب على شي دراري اخرين زعما مغاربه كاين بعضياتهم مع السيد، كان اصلا مع المدام ديالو هادي. قال لي لا راه هي غتمشي عند امها لواحد المده طويله ياك، قال لي ما كاينش فيه تقلب في بلاصه اخرى، تقدر تكري معايا انا. وكريت معاه في البارطمان اللي كان شاد هو، وليت شادها انا وياه، شويه زاد عندنا واحد الدري عشيرنا، وبقينا شادين هذيك البارطمان كاملين. تو هاد اللعيبه اللي قال فاسح، ولكن خاصك تخلص، ما يمكنش تقول لي انا كتريح شهرين عند شي واحد وتقل عليه وما تخلص ليه لا كرا لا والو. كومون جايز نو وي دونت دو ذات. كيبغي يعاون حتى تيصدق الاخر لاصق فيه، حتى تيصدق الاخر ما قادرش يقول ليه خرج حيت الثقافه المغربيه، وفي الاخر كتكون النهايه خايبه. كيقول لك تيقول لك بنادم يقول غير اجي عندي، وفي الاخر كيتقلب، ما كيتقلبش. اكزاكتلي ذاتس ا جود بوينت. كيساوي الفلوس هنايا، والسبيس حتى هو كيساوي الفلوس هنا. سو اني واي قلنا تكريبيت، من بعد تكريبيت افضل طريقه والراي ديالي عاوتاني، والمغاربه اللي كاينين في امريكا يقولوا لنا هو تقلب على خدمه ديال عدي تماره. اكزاكتلي تماره موجوده في ستورز يا بلاتي، ولكن ليتس اي دون نو واش غادي يعاود يرجع لديك البوينت ولا لا ديال 5000 8000 دولار، حيت ما عرفتش علاش غادي تجي معك 5000 8000 دولار. اتس تو ماتش. لا عندك 8000 دولار صافي، ولكن كانت عندي 8000 لا لا نجي لميريكان واخا هكاك، ولكن بزاف. ما يمكنش تقول لي بنادم غيجي لميريكان يجيب معاه 8000 دولار. انا كتبان لي الماكسيموم ديال بنادم شحال يجيب معاه، وعاوتاني كنهضر على راسي كيفاش كنصرف انايا، بانت لي ما يمكنش 2000 2500 غتجي غتكري بيت ب 700 دولار ماكسيموم، تكري بيت ب 700 دولار تشري شويه الماكله وغتمشي تخدم. وفاش غتمشي تخدم غتلقى خدمه اللي غادي تخلص، كندوي على الخدامي ديال عدي كما كيقول، غتلقى خدامي راه ما غاديش تريح بزاف اصاحبي، راه الا جيتي راه عندك تصعب راسك غتجي وغتريح واحد الشهر بلا خدمه. الا كنتي باغي تخدم الخدامي ديال عدي عاوتاني، كاين شي وحدين كيجيو كيبداو يهبلوا هنايا، كيبداو يعزلوا، كيقول لك لا ما مشيتش نخدم في الفاست فود ولا ما نخدمش هادي ولا ما نخدمش هادي. بنادم دير في بالك انك تقدر توصل لمواعن، باش لقيتي شي حاجه احسن من لمواعن تشدها وانت فرحان، حيت هذه هي المنتاليتي اللي خاصك تجيبها. غنمشي نغسل لمواعن في ميريكان في البدايه، عندك عاوتاني في البدايه اضرب واحد شويه، والميريكان راه كضربها شويه في واحد الخدمه وتنقز الخدمه الاخرى وتمشي للخدمه الاخرى وغادي. وكما كيقولوا عدي بالنعاله تيجيب الله الصباط، ماشي تخدم واحد الخدمه مكرفصه وتبقى فيها ديريك. يعني داكشي علاش غادي نرجع 8000 دولار بزاف، الا جيت 8000 دولار راه غادي غتعيش مالك بعدا لواحد انا نو
ارانوف 8000 دولار ستو ماتش بزاف 8000 دولار غتحتاج 2500 غتخلص 700 ديال الكره شي 200 دولار تشري بها الماكله ولا 300 دولار ولا 400 دولار غدي لك شهر هذاك الشهر غتقلب فيه على خدمه غتلقى خدمه غتولي تلقى باش كتصرف يعني لاش 8000 حنا يلا وصلنا 700 زائد 400 هي 1100 غيبقى لك دوك الفلوس اخرين غتحطهم في البنكه وديك الساعه غتولي تخدم فلوس اللي صورتيها راه غادي تخلص بها الكره ديالك وتخلص بها هادي وهادي ما يمكنش لك تصيفط للمالين الدار في البديه شافك الله ولكن اتليست تقدر انت راك قاد براسك تقدر تخلص على راسك داكشي عطا الله السوس نتاع الديسكاونت ضرب فيهم تماره بغيتي تمشي مثلا الفاست فود عطا الله الانواع ديال الفاست فود هما فيهم تماره هدف الديبار خصك تخدم باش تاكل باش تخلص الكره ديالك وتاكل في الديبار من بعد كاينين جوج ديال الاتجاهات انا كنفضل الاتجاه الثاني الاتجاه الاول هو بعض المغاربه كيديروا بيرمي ديالهم كيدوزوا بيرمي كياخذوا البيرمي ما عرفتش شحال خاصك ديال الوقت باش دير اوبر ومن بعد اخر مره باقي عاقل خصك عام واحد وانت عندك درايفر لايسنس ديال الميريكان فاش تجي يكون عند تاخذ درايفر لايسنس ديال الميريكان عندك درايفر لايسنس يبقى عندك لمده عام عادي يقدر لك تحل اوبر ولكن كاينين لعيبات اخرى اللي تقدر تحلهم دورداش تقدر تحل سميتو امازون فليكس بزاف ديال اللعيبات اخرين اللي تقدر تحل تقدر تخدم بهم ماشي مشكل ولكن حيت اوبر هو اللي تقدر تخدم فيه مزيان ولكن اوبر خصك ليه طوموبيله مزيانه باي ذا واي الا كان كيهضر قبيله عندك 8000 دولار زعما غتمشي تشري طوموبيله بلا ما ديرها سير درا خدمتها خدامي عاديين في البداية انت ما عارفش الطرقان يلا جيتي ما يمكنش لك تاخذ طوموبيل وتمشي دير اوبر وعاوتاني اوبر غتخصك ليه شهر ما يمكنش لك دير الديليفري في البداية غير ارتاح بشويه عليك حتى تستابله خدم خدمه عاديه حتى تعرف منين تدخل وتخرج وتعرف الميريكان ضرب واحد شويه وديك الساعه سير دير هادشي ديال الديليفري ما تبداش من البداية كيما كيبان ليا نقدر نكون غلط كيما نقدر نكون صحيح ولكن هادشي اللي كيبان ليا based on my experience تقلبها اوبر اوبر فيها فلوس ماشي ما فيهاش فلوس يا فيها الفلوس كتجيني كتعجز الناس باش يزيدوا القدام كتلقى ضرب واحد that's a good point على حسب المدينه الولايه الى اخره باش ما نغلطوش حيت كاينين شي ولايات اللي كيكونوا فلوس بزاف كاين شي ولايات اللي عيانين مدن عيانه مدن مزيانه مخلطه الدعوه يا عنده صح اوبر كيعجز الناس هذه نقطه واعره قلتيها عشيري شنو كيوقع لك في اوبر انا كان واقع لي هذا البلان انا وعشيري اش كان كيوقع لنا في اوبر هو ان كنا كنخدموا كنا كنديروا شويه الفلوس في اوبر شو ولينا كنديروا كنا كندخلوا فلوس غير الجمعه والسبت الجمعه والسبت فيهم فلوس كنتي ديك الجمعه والسبت نقول لك كتدخل فيهم بجوجهم واحد أرونو 800 دولار 400 دولار 400 دولار ولكن راه كتخدم شي 12 ساعه ولا اكثر خصوصا كتبقى في الليل كنا كنفيقوا ما عرفت مع شي 12 ديال النهار وكنبقاو خدامين حتى 3 الصباح ولا 4 الصباح كنتي كتدخل فلوس 400 500 دولار والسبت هو كيوقع لك هكاك نهار الحد كتفيق تخدم واحد شويه كتلقى راك درتي 1000 دولار 2 3 لا 4 الخميس ما كاين لا خدمه لا والو مريح ملبنا ما باغي دير والو حيت عجزنا ما بقينا بغينا ندير والو ما بقينا بغينا نزيدوا بحياتنا القدام ما بغينا نقرا ما بغينا نديروا كنقول لك انا راه غادي نخدم الجمعه وسبت حد وغادي ندير الفلوس وغندير هادي وهادي اللي ما كناش كنفكروا فيه واللي ما كناش كنحسبوا كنا كنفكروا غير الفلوس اللي كتدخل اول حاجه كما دابا كما سمعتوا لي دابا سمعتوا 400 ولا 1000 دولار في 3 ايام قلت واو ولكن راه كنا كنخسروا الغاز الطوموبيله كتقتل بزاف ديال الحوايج اللي كنا زايد اننا كنا كنخدموا سوايع طوال دارك كيبقى كيبدا يضرك ظهرك بزاف ديال الحوايج سو داكشي علاش اوبر كيخليك يعلمك العجز سو داكشي علاش اوبر واحد ستيب كتبان لي اوبر واقيلا هي السكند ستيب من بعد كتخدم دوك خدامي ديال تكارفيس كتساليهم كتبدا في اوبر ضرب اوبر واحد شويه حيت اوبر غيعطيك الحاجه الوحيده اللي غيعطيك اوبر هو غتولي عندك الوقت فين تقرا وفين دير اي حاجه بغيتي ديرها تقدر تنوض الطوموبيل تمشي تسوق اي وقت يعني الا كنتي كتمشي للمدرسه تاتسالي للمدرسه عاد تمشي تخدم اوبر ماشي غتكون مشدود بواحد السكيدجول كما كاينين الخدامين الاخرين هذا هي الحاجه الزوينه باوبر اوبر مزيان كسكند ستيب اللي تكون فيه كتقرا
كتقلق دير اوبر، ولكن ما ديرش اوبر لايك اول ذا تايم، دير اوبر از ا سايد هاسل، خدام خدمتك الا شديتي شي خدمه مزيانه وبغيتي تدخل واحد مدخول زايد تقدر دير اوبر تخدم ارونا واحد 4 السوايع 8 السوايع في السيمانه شي حاجه بحال هكا، واخا كاين حوايج اخرين تقدر ديرهم ولكن بحال هكا هذا هو شنو دير باوبر. خدو بيرمي كيقلبوها مثلا دور داش او كيقلبوها اوبر وكيبقاو خدامين فيها فلوس، ولكن ماشي شي فلوس نيت وماشي سستينابل، فهمتيني؟ حيت نهار ما تخدمش تضيع. ذاتس جود. لا ما خدمتيش ما كاين والو، ماشي خدام عند شركه ولا شي حاجه. سو من الافضل هذه الطريقه الاولى اللي كيديروها الناس، كتاخذ بيرمي وكدوز لهاد، وهادو خدمات مريحين شيئا ما، فيهم فلوس وكلوك ويشربوك ويسكنوك، تقدر تجمع بهم فلوس، لكن ماشي شي خدمه اللي في نظري اللي غتخليك في استقرار واعر. المهم راه كاع خدامي مزيانين باش ما نخلطوش، انا ما بغيتش شي وحدين يتحرجوا ويقول لك لا اش كتقول وهادي وانا خدام بها سنوات. ما كنهضرش على الجميع، انا كنهضر غير من الافضل الانسان يطمح اكثر. اكزاكتلي هاد الدري سو فار عرفتي قال بزاف ديال البوينتس اللي ريلي جود. فاش كنقولوا هاد اللعيبات على اوبر راه ماشي كنقولوا اوبر راه خايب في خطره، راه بزاف ديال الناس في الميريكان اللي قبل مني جاو الميريكان بسنين وعارفين كثار مني وعارفين حسان مني وداروا بزاف الحوايج خدمتهم هي اوبر. من نهار جاو ما خدامين اوبر داروا بزاف الحوايج اوبر. راه فاش كنقول لك اوبر راه ديروا ازا سايد هاسل بالنسبه ليا انا اش كنشوف شنو مزيان ليا، حيت باقي عندي الوقت في ندير حاجه اخرى. واحد عنده 50 عام باش غادي تقول ليه تمشي عاود يقرا الاي تي؟ كومون ذير از نو واي. ما كنقولوش اوبر ما مزيانش، اوبر مزيان دير به الفلوس وكلشي، ولكن بالنسبه لي انا وبالنسبه لي هو كما كيقول دابا، ونصيحه للناس اللي يلاه جايين، يا ما ديرش اوبر فول تايم الا بغيتي ديرو الله يسهل عليك، الا ما فيك ما يصدع راسك انت بقرايه ولا داكشي الله يسهل عليك، ولكن غير كنصيحه الا بغيتي دير بها ما ديروش. وكل واحد كيعرف، كل واحد كيعرف شنو كيسلكو، كي العز عليه سوق عز عليه يبقى يسوق بالناس دير بها الفلوس و اي مين جود فور يو. المهم هذه الطريقه الاولى اللي هضرنا عليها اوبر دور داش الى اخره، بريكولات مزيانين تقدر ديرهم وفيهم فلوس ومريحين. الطريقه الثانيه هو انك تقرا، عطا الله شنو تقرا. كاين الناس اللي كيزوروا البوت كامب كيقراو مجال ديال التكنولوجيا، وكاين الناس اللي كيقراو ريل ستيت باش يوليو مثل ريلتر. يا بوت كامب هضرت عليه حتى طابت راه بزاف، راه كاين البوت كامب ديال الاي تي، راه كاينين بعدا كاينين واحد لعيبات اخرين بالنسبه للدريات، راه كاين حتى النورسين، راه كاين شي لعيبه ديال النورسين كتقراي واحد السيرتيفيكيت ديال 3 مانث 6 مانث وكتلقاي بهم خدمه. راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر دير بسيرتيفيكيت ديال 6 شهور ولا 8 شهور ولا عام كاع، راه كاين بزاف ما يدار. وسميتو ريل استيت مزيانه، انا بالنسبه ليا حاولت ندخل نشوف فيديوهات عليها وهذه، حيت ما نكذبش عليكم انا يوتيوب هو اللي كندخل ليه باش نعرف اي حاجه على شي حاجه الا بغيت نفهم. يا جاتني صعيبه بالنسبه لي انا، خاصك تكون كتعرف تهضر مع الناس تبيع لهم شي حاجه، انا ما كنعرفش داكشي يا خويا. سو واز لايك I'll stay away داكشي علاش، ولكن ريل استيت مزيانه ريلي جود. السمسار ديال الديون واخا هما خرجوا قانون، واحد القانون مؤخرا كيخربق شي شويه القضيه بالنسبه للريلتر، مي عطا الله ما يتقرا، كتبقى في ديك الخدمه اللي خدام فيها نتايا وكتقرا بالليل، وكتكون جمعتي شي شويه ديال الفلوس اللي غادي يخولك انك تمشي تقرا شي حاجه، ولا تاخذ الفاينانشال ايد ديال الولايه حيت ضربتي عامين ولا عام عرفت كل ولايه. وان يير يا كل ولايه با وان يير فين كنساكن انا. السنين ديالك ولا كان بوت كامب تقرا 12 شهر ومن بعد غتطلع في الليفل ديالك عاوتاني، وما تبقاش خدام ديك الخدمه ديال عدي، غتولي خدام خدمه مزيانه بسالير مزيان وتولي عندك استقرار. وهذه هي الطريقه الافضل بالنسبه لي، يا اما الطريقه ديال اوبر ودور داش وبريكولات مع امازون فليكس مع تقدر تقلبها فيديكس، تقدر تقرا تراكين وبدا تسوق عاوتاني دوك الكميوات حتى هذا الطريق. اكزاكتلي سو تلا انا اخويا اتفق معاك بزاف تال ديك 8 مليون، ولكن اتفقت معاك تقريبا في كل شيء، ولكن
وهو وقيل عارف شي واحد طرى لي شي حاجه داك شي حاجه قال 8 المليون. بات شنو اللي اتفقت معاه مزيان فيه هو انه قال لك خاصك تجي ما تقلش على داك اللي غادي تسكن عنده، غدبر على خدمه ديال عدي على البديه ياك. اوبر بالنسبه لي انا ديرها از سكند ستيب فاش ضرب عدي وداك الشيء وتكرفص واحد شويه بدا دير اوبر، حيت من اوبر تمشي داس قرا مي، حيت بالنسبه ما يمكنش لك تريح من الخدمه باش تمشي تقرا، ومي صعيب عليك انك تكون خدام خدمه ديال عدي وتمشي تقرا، حيت السكيدجول خاص تخدم من هاد الساعه حتى لهاد الساعه فين هو الوقت باش تمشي تقرا. الا لك تقرا اونلاين ولكن ستيل قلت لكم انا اوبر جيبها از سكند ستيب، دير اوبر باش تلقى الوقت اللي تقدر تمشي تقرا فيه، ديك الساعه انت اللي كدير السكيدجول امتى بغيتي تمشي تخدم، ويلقى عندك الوقت فين تمشي تخدم. فاش غادي تمشي تخدم خدمه مزيانه داكشي غتوصل الاستقرار اللي كيهضر عليه هو دابا، انك تخدم من 2 حتى الجمعه وتريح السبت والحد وكتخدم 8 سوايع في النهار وخدام خدمه مزيانه، الى مرضتي كتخلص، الى مشيتي فاكيشن كتخلص، وعندك البينيفيتس وعندك بزاف الحوايج، وهذا هو الاستقرار اللي قال عليه. داكشي علاش انا كنتفق معاه 99%. 8000 دولار بزاف. الطريق الطريق الثانيه عاوتاني كما قلنا القرايه ديال الاوفيس كتجلس عاوتاني في البيرو. اخوان في امريكا نقول لنا الراي ديالكم في الكومنت. I just did. الا كان شي طريقه واحده اخرى ما ذكرتهاش. That was a good one. الا كان شي حاجه ما ذكرتهاش كتبوها. الا عندكم شي اسئله عاوتاني كتبوها في الكومنت. الفيديو الجاي الا كنتم مهتمين وكتبوها ليا نهضروا على ما بعد الاستقرار اللي جا من بعد القرايه. ديك الساعه كاينين شي حوايج واحده اخرى خاصها تتقال. اكزاكت. نتمنى انا هاد الفيديو تيكونوا كيفيدوكم. It was a good video. Thank you so much. Thank you so much. صراحة كان فيديو مزيان، شرح فيه بزاف ديال الحوايج كيعجبوني. الدراري اللي كيديروا فيديوهات بحال هكا والدراري راه كيحط بزاف ديال الفيديوهات. It was a good video guys. It was really a good video. المهم هاد الدري والله ما عرفت سميتك اخويا، اسمح لي غادي غنصيفط لك ميساج في انستغرام باش نقول لك واش نقدر رياكتي ولا لا. فيديو زوين، تفقت معاه بزاف ديال الحوايج اللي قال، معلومات اللي قالهم كلهم صحاح الا ديك 8000 دولار. كنضحك راه 8000 دولار راه شي وحدين يقدروا، ما كنعرفش الناس اللي جاوا 8000 ولكن ما عرفت. المهم هادشي اللي كاين الدراري، ثانك يو سو ماتش. الى عجبكم هاد الرياكشن وبغيتو نبقاو نديرو فيديوهات بحال هكا ما تنساوش تخليو داكشي في كومنتس وخليو لي الاسئله الدراري باش نجاوبكم عليهم في نيكست فيديو. ما تنساوش تابوناو لايك كومنتس، وثانك يو سو ماتش جايز. I'll see you in the next video.